الأجري للحديث عن ودية منتخبنا الوطني أمام تنزانيا. أحمد فتوح يغادر معسكر منتخب مصر بعد استبعاده من القائمة النهائية لأمم أفريقيا زي ما قلت لحضراتكم. أيضا هناك برنامج خاص لمحمد صلاح مع المنتخب. تم وضع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني بالتنسيق مع الجهاز الفني ببرنامجا خاصة لمحمد صلاح، وتخصيص أفراد أمن مرافق أو فرد أمن مرافق له وقت الخروج من الفندق للملعب في ظل الإقبال الجماهيري الكبير المتوقع. زي ما قلت لكم، الناس كلها عايزة تجري على محمد، الناس كلها عايزة تتصور معاه. مش معنى أن هو أو المنتخب يخصص ليه فرد أمن معناها أن هو غير الباقي، ولكن الناس كلها بتروح على محمد صلاح، عايزينه يركز في الملعب، عايزينه يركز أن هو يكون أو يقود منتخبنا الوطني، أن احنا نقدر ناخد هذه البطولة. هنفضل دائما داعمين، هنفضل دائما وراء منتخبنا الوطني، لان هو ده الواجب الوطني اللي علينا خلال هذه الفتره، ان احنا ندعم كل الامور. لان زي ما قلت لكم كل شويه هكرر هذا الموضوع، الفارق والواضح كبير جدا 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 ما بين استعدادات مصر لهذه البطوله واللي بيحصل في كل الاستادات وقبل كده. الحقيقه يعني حاجه مشرفه، حاجه جميله، تنظيم رائع. لما تخش على تذكرتي سواء في الفان اي دي او لحجز التذاكر، حاجه جميله جدا جدا جدا. ان شاء الله كلنا داعمين وكلنا خلف منتخبنا الوطني. اجانب